HAMOUDEH. انزل انزل يا احمد، انزلها نجيبها لهون يا زلمه. مش راضي ها؟ يمين يسار ها؟ خلاص خلاص وقعت. انا ساعطيك العافيه. قلبناك معلم. اطلع جيب الثانيه يلا. خلنا راح اجيب السياره اشوفها يا زلمه. تعال يلا هيا فوق فوق يلا بابا اه تعال بابا يلا يلا امشي امشي امشي. تعال جيب طيارة تعال مرك يلا نروح نلحق نشوف الطيارة ذي. اطلع اطلع ادخل خلنا نتسلى في مراد. حشيشك اصلي خلص مراد اكيد فتفتت. نشوف سيدي تروح معنا على الطيارة ها؟ أه؟ رحلة البحث عن طيارة حموده. حموده وين طيارتك؟ هي هو بقول لك انا وين بابا؟ وين؟ تعبي. طب هي هون ولا هناك؟ هيك مما ها؟ هناك جاسر. طب ما شاء الله الله رد عليك يا زبدة. علم مش لهالدرجة بعدت. هيا شايف؟ أحلى حمودة. أحلى حمودة. قال لك هيا. هاي. أي أي أي. وقف وقف لا هاي طيارة حمودة. ما جبنا طيارة حمودة والله وقعت من ارتفاع يعني مرتب وما صارش فيها اشي والله ولا اشي صار فيها معلم ولا اشي الله وكيلك. هاي طيارتك حمودة امسك. هاي طيارتك. هاي طيارتك حمودة. كيف شفتها هون يعني كيف عرفتنا هون؟ كيف عرفتنا هون يا بابا؟ حمودة دلنا على الطيارة والله جد. كيف عرفتنا هون؟ عشان تعرف وصار يا عمو حلال اظن. اي اه طلعت اصلية يا معلم الطيارة حمودة. ها؟ والله الولد اللي نصحني فيها القطر قال لي هي اللي بتقع ما بتنكسر. عجبتك الطيارة حمودة؟